عدد من أهالي مدينة بيت لحم تظاهروا احتجاجا على زيارة بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس للمدينة، متهمينه بعقد صفقات لتسريب أراض وعقارات تعود للكنيسة. جاء ذلك تلبية لدعوات المجلس المركزي ولجنة المتابعة والجمعية الوطنية الأرثوذكسية وجميع المؤسسات الأرثوذكسية والأندية وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين التاريخية إلى مقاطعة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في احتفالات عيد الميلاد. على غير العادة بدأت مراسم عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الشرقي في مدينة بيت لحم ولأول مرة بوقفة احتجاجا ورفضا لمشاركة البطريرك ثيوفيلوس قداس ليلة الميلاد المجيد. فتحت شعار المهدى لن تخون، اعتصم العشرات من الفلسطينيين يدا بيد ووقفوا في وجه موكب ثيوفيلوس المرتبط اسمه بعدد من صفقات تسريب أوقاف الكنيسة للاحتلال لمنعه من الوصول للكنيسة وتدنيسها على حد تعبيرهم. اليوم تحديداً جئنا لنؤكد عدم رضانا عن دخول ثيوفيلوس إلى المهد. كنيسة المهد التي تحمل في طياتها المكانة الوطنية بعدما أن احتوت واحتضنت في 2000 في عام 2002 المقاومة الفلسطينية التي شكلت علامة فارقة في انتفاضة الثانية، لنؤكد أنه لن نسمح بتدنيس هذه الكنيسة. أضيف إلى ذلك أنه كل التعامل مع هذه القضية هي قضية شعب كامل، قضية الأوقاف نحن نتعامل معها كقضية وطنية لا تقل أهمية عن باقي القضايا. الاحتفال هو احتفال إلنا للفلسطينية، عيدنا، نحن اللي بدنا نحتفل بطريقتنا مش بطريقته هو. نحن منطالب عدم استقباله، منطالب بطرده من البلاد، منطالب بعدم يكون أصلا هو البطرك للكنيسة الأرثوذكسية، وأيضا حقنا نحن كفلسطينية أنه نتظاهر ضد كل خائن بفرط بأي ذرة من تراب الوطن. ورغم وصول ثيوفيلوس إلى كنيسة المهد وسط حراسة أمنية مشددة إلا أن الفلسطينيين استقبلوه برشقه بكل ما طالته أيديهم من بيض وأحذية، مرددين عبارات غاضبة مطالبين بعزله. فحتى رؤساء بلديات بيت لحم وبيت جالة وبيت ساحور رفضوا وبشكل رسمي وفي خطوة غير مسبوقة من استقباله اليوم. الرسالة تبعتنا واضحة، ثيوفيلوس خان الكنيسة، ثيوفيلوس خان الوطن، خان الرسالة تبعته، وثيوفيلوس غير مستحق، وثيوفيلوس يجب أن يخلع هو والمجمع ويتم تعريب البطريركية. الكنيسة تبعتنا كنيسة عربية وإحنا لا نرضى بقيادة يونانية. 500 سنة من الاستعمار كافي، كفى وأجل وقت أنه نتخلص من هالنير الثقيل اللي على ظهورنا. أنهى الفلسطينيون الاعتصام اليوم باستعراض كشفي مهيب ليؤكدوا لمن سرق أوقاف الآباء والأجداد بأنه لن يسمح له بسرقة فرحة العيد أيضاً. من مدينة بيت لحم، آية الخطيب، رؤيا.